إنها مصر، عبقرية الزمان والمكان، يلتقيان فيشكلان قلب العالم. موقع فريد ازداد تفرداً وتميزاً بإنشاء قناة السويس، شريان الملاحة العالمية، بين ماض مجيد وواقع يفيض بالمزيد من التحديات والإنجازات. كان التحدي كلمة السر، وظل الإنجاز غاية المرحلة، فكان على رجال هيئة قناة السويس أن يقهروا الصعب وأن يجتازوا حاجز المستحيل، فأمكنهم أن يحققوا القيمة الكبرى من إنشاء قناة السويس الجديدة. نجاحات تلو نجاحات، ونموذج يحتذى في إدارة الأزمات، أسلوب استباقي هو الأمثل في احتواء الآثار الناجمة عن أزمة كورونا، عبر انتهاج هيئة قناة السويس لسياسات تسويقية وتسعيرية مرنة لعملائها الدوليين. اختبار صعب آخر أكد فيه رجال الهيئة قدراتهم الفائقة في سباق مع الزمن، حين نجحوا في تعويم سفينة الحاوية البنامية إيفر جيفن خلال 6 أيام ودون أدنى خسائر. أنا بشكركم على الجهد اللي اتعمل، وعلى الدور الكبير قوي اللي عملته الهيئة بكل عناصرها. كان منظر محترم بيدل على خبرات كبيرة وقدرات كبيرة. إرادة مصرية حقيقية تجلت عبر نموذج عملي مثالي لفنون الإدارة بالأزمات. وما كان لرجال الهيئة أن يقهروا تلك التحديات دون رؤية استراتيجية تحققت أهدافها عبر عدد من ركائز الانطلاق نحو آفاق جديدة يتقدمها تطوير المجرى الملاحي. هكذا استمرت عملية التكريك بواسطة أسطول كراكات الهيئة، حفاظاً على أبعاد وأعماق القناة لاستيعاب الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة. ولزيادة معدلات الأمان الملاحي ومواجهة الطوارئ المحتملة، جاري العمل على إنشاء 5 جراجات بحرية على القناة الجديدة، هذا بالإضافة إلى إنشاء عدد من القيسونات ومرابط السفن، فضلاً عن تطوير 16 محطة إرشاد بطول المجرى الملاحي وفقاً لأرقى النظم الإلكترونية. وتأبى الإرادة المصرية إلا أن تعلن عن نفسها بتطوير إمكانيات الأسطول البحري لهيئة قناة السويس ضمن استراتيجية التطوير 2023، وذلك من خلال عدة آليات، من أهمها تحديث أسطول الكراكات بكراكتين هما الأحدث والأكبر في الشرق الأوسط، حيث انضمت الكراكة مهاب مميش. وقريبا ستنضم الكراكة حسين طنطاوي. وكذلك بناء 4 قاطرات جديدة بقوة شد 70 طنا ضمن أسطول الوحدات البحرية المستخدمة في أعمال القطر والإنقاذ والإرشاد. كما شملت أعمال التطوير بناء عدد من الوحدات البحرية المعاونة كقاطرات الخدمة ولنشات الإرشاد بواقع 7 لنشات وقاطرتين نور 1 ونور 2 بقوة شد 8 أطمار. وتتنوع ركائز الانطلاق نحو آفاق استراتيجية عام 2023 ليتأكد لنا أن العنصر البشري هو رصيد القناة الذهبي، فلا تدخر الهيئة وسعاً في الارتقاء بمعدلات أداء كوادرها البشرية عبر عدد من البرامج التدريبية، من أهمها على الإطلاق ما يقدمه مركز المحاكاة والتدريب البحري من دورات لتدريب المرشدين على الإرشاد في مختلف الظروف الملاحية، وكذا تدريب ربابنة السفن الأجنبية على العبور الآمن في قناة السويس. The training we are attending gives us a great opportunity to exercise the situations which can happen when in the real life and when transiting Suez Canal.
ولتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة وتنفيذا للتكليف الرئاسي ببناء 100 سفينة صيد للشباب. تم الانتهاء من بناء 34 سفينة وجاري العمل على استكمال بناء الأسطول من خلال شركات الهيئة التابعة. تتوالى الإنجازات مع تنفيذ التوجيه الرئاسي بالتحول الرقمي، فتنجح الهيئة في ميكنة خدماتها عبر تنفيذ مشروع الشبكة الموحدة وإطلاق منصة الخدمات الإلكترونية على موقعها الرسمي لتشمل كافة خدمات عبور السفن، تخفيضات الخطوط الطويلة، خدمات الترسانات، وخدمة المناقصات والمزايدات. ويتواصل فيض العطاء بإنشاء العديد من المشروعات القومية على ضفتي قناة السويس. هكذا قامت الهيئة بتطوير وتحديث نفق الشهيد أحمد حمدي 1 والمشاركة في تنفيذ مشروع نفق الشهيد أحمد حمدي 2 ليتكامل ومنظومة الأنفاق والكبار العائمة ومرفق المعديات ليتبدل شكل الحياة ما بين مدن القناة وكافة أرجاء سيناء. ويكتمل المشهد الحضري بحفظ ميراث القناة التاريخي بإنشاء المتحف العالمي لقناة السويس. ويشمل المشروع إدراج استراحة فرديناند ليسيبس داخل المتحف مع تحويل المباني الملحقة لفندق عالمي. وبدافع من دورها الريادي وانحيازها الاجتماعي لمدن القناة، توشك الهيئة على الانتهاء من حزمة من المشروعات يتقدمها استاد هيئة قناة السويس الدولي بمدينة الإسماعيلية على مساحة 80,000 متر مربع ويتسع لنحو 22,000 متفرج. وامتد العطاء بإنشاء الهيئة لوحدة القلب والقسطرة بمستشفى نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية مع تجهيزها بأرقى الأجهزة الطبية العالمية. كما تواصل مستشفيات الهيئة دورها الطبي الرائد بعد تسجيل اعتمادها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل. وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، لم تتوانى الهيئة عن إدارة وتشغيل وصيانة العديد من محطات مياه الشرب النقية بمدن الإسماعيلية وبورسعيد والسويس بإجمالي طاقات تصميمية تجاوزت 1,000,000 متر مكعب من المياه يومياً، مع إضافة 335,000 متر مكعب يومياً من خلال المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها بالمدن الثلاث. وعلى خطى التطوير، شهدت القناة خلال العام الماضي عبور 12 سفينة حاويات تابعة للخط الملاحي HMM، والتي تعد الأكبر في العالم، حيث يمكن لإحداها حمل 24,000 حاوية، إلى جانب نجاح عبور سفينة الحاويات العملاقة ميلان ميرسيك لأول مرة بغاطس غير مسبوق بلغ 17.4 من 10 مترا وحمولة 214,000 طن. كما نجحت الهيئة في تنفيذ عبور 12 ماسورة عملاقة بأطوال تصل إلى 620 مترا. جهود تكللت بحصول هيئة قناة السويس على عدد من الجوائز العالمية والإشادات الدولية. ويستمر العمل بملء الأمل، فتتوالى جهود التغيير والتطوير لتعود قناة السويس إلى واجهة الأحداث كما يليق بشريان ملاحي عالمي يسهم بنحو 10% من حركة التجارة البينية العالمية. من قلب التحديات تولد الفرص، وبإدارة الأزمات يمكننا أن نمضي قدماً نحو أفق جديد بمزيد من الإنجازات، لتؤكد وقائع الأحداث صدق ما ذهبت إليه مصر حينما أعلنت على لسان قائدها أن قناة السويس كانت وسوف تبقى هدية الشعب المصري إلى العالم، ما يؤكد على حرص مصر الجديدة على بناء غد أفضل لأبنائنا وشبابنا.